التنفيذي للنادي الاهلي. طبعا برحب بيك طبعا محمد بيه في البدايه وموفقين. يمكن لسه كان اللقاء مع الكابتن اسامه في شغل كبير بيبذل من مجلس الاداره في كافه الاتجاهات رغم كل الظروف المحيطه بمجلس الاداره وفريق النادي الاهلي. بتشوف الشغل ده ازاي وبتشوف مردوده كمان من الجمهور؟ لامسين حاجات كتيره جدا محمد بيه، حابب تقولي في البدايه عن الفتره اللي فاتت دي كلها. لا، اولا احنا لازم نبارك لمصر على تنظيم كاس امم افريقيا. دي رساله قويه جدا، رساله من الشعب المصري ومن الامن المصري ومن القيادة السياسية للعالم كله، اللي مصر فيها الأمن وفيها الأمان وفيها القوة وفيها وحدة شعب. إن شاء الله بإذن الله هيظهر بطولة بشكل جيد جدا، الناس كلها هتتكاتف عشان خاطر يعني إنجاح البطولة دي، لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا في التوقيت ده، مهمة جدا جدا. وإن شاء الله بإذن الله يعني زي ما احنا بنراهن دايما على جماهير الكرة المصرية الواعية خصوصا جماهير النادي الأهلي، احنا بندعو كل جماهيرنا إن شاء الله بإذن الله تتكاتف وهنقف كلنا ورا منتخبنا باذن الله ورا تنظيم البطوله عشان تخرج بالشكل اللي بمصر في الوقت اللي احنا كلنا محتاجين فيه البطوله دي. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا الحمد لله احنا النادي الاهلي اتربينا فيه وتعلمنا اللي احنا نستحمله وتعلمنا اللي احنا يعني بنيجي على نفسنا عشان خاطر النادي الاهلي، بنضحي بكل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي اللي علمنا حب بلدنا واللي علمنا حب مدرستنا واللي علمنا حب اصحابنا. النادي الاهلي قصه يعني حياه كبيره جدا مهما قلناها مش هنقدر نوصفها. طبعا احنا رغم كل الضغوط احنا ما بنتكلمش، بس هو السؤال احنا عايزين نساله عشان الناس اللي بتتكلم كتير، لو النادي الاهلي هو اللي مش هيشتري الصفقات اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، مين في مصر عارف يشتري؟ النادي الاهلي عارف الوقت كويس، اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب عارفه امتى هتشتري وامتى هتتحرك وامتى نرد وامتى نسكت وامتى مين اللي لازم نرد عليه ومين ملوش لازمه. احنا عندنا حاجات كتير جدا، ملفات كتير جدا، في دور النادي الاهلي يعني عشان خاطر اكبر مؤسسه وطنيه للاسف على عاتقه وعلى اكتافه وعلى مسؤوليه واللي هم قادرين يتحملوا هذه المسؤوليه عليهم مسؤوليه كبيره جدا عشان حجم النادي الاهلي، شعبيه النادي الاهلي. احنا بنيجي على نفسنا كتير ويعني فعلا ضبط النفس، يعني عندك رئيس نادي لازم ياخد جائزه اكبر واحد عنده جائزه ضبط النفس بصراحه لو على الرد وقله الادب والكلام ده كله. انا سهل اسهل حاجه اللي احنا نعمل كده، بس احنا ده مش اخلاقنا. ولكن احنا النهارده بنقول الحمد لله رب العالمين، انت بتتعلم من اخطائك بتتحرك عليها بسرعه جدا. يمكن احنا بنحافظ على الكيان وهو ده الاساس اللي كابتن خطيب رئيس النادي دايما بيعلمه لنا ودايما بنحافظ عليه، ازاي بتغير وازاي بتقدم الجديد لناديك وازاي بتعمل التطوير، بس في نفس الوقت انت بتحافظ على الاساسيات، بتحافظ على المبادئ، بتحافظ على الكيان ما تهدوش. اسهل حاجه برضو اللي انا هد، كان صعب قوي اللي انا ببني، تدي كل واحد فرصته عشان خاطر يثبت حبه للنادي الاهلي. في ناس بتبقى قدرتها خلاص مش هتبقى تستوعب المرحله، بنقول لها متشكرين جدا. في ناس النهارده عندها قدره اللي هي تاخد النادي الاهلي، انت ما بتتاخرش بس كل حاجه في الوقت المناسب. عشان كده انا بقول لجمهورنا وخصوصا جمهور السوشيال ميديا، لان جمهور الشارع انا واثق فيه 100%، يعني جمهور السوشيال ميديا ارجوكم ما تضعفوش النادي الاهلي. بلاش انا شايف الناس النهارده بقى بتحب السبق، تعلن قبل ما الصفقه تخلص وتعلن قبل، مش عارفين المجهود ومش عارفين المفاوضات ومش عارفين التعب اللي بيحصل قد ايه. النادي الاهلي ما بيعلنش غير اما يكون انهى كل شيء فعلا عشان خاطر ما ينفعش نعلن على حاجه ويكون فيها لسه كلام. فانا بدعو النادي، جمهور النادي الاهلي، تكتفوا كلكم ورا ناديكم، مفيش فرق بين اداره وبين جمهور، مفيش فرق بين جمهور واعضاء جمعيه عموميه، عشان الناس اللي عايزه لا كلنا جمهور النادي الاهلي، كله اسم مجلس الاداره جمهور النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره جمهور النادي الاهلي، الاداره التنفيذيه جمهور النادي الاهلي، كلنا اعضاء جمعيه عموميه، ده ناس يعني ده كلهم جمهور النادي الاهلي. احنا شفنا فرحه الجماهير ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ويتمها بقى بالبطولات ان شاء الله. كابتن الخطيب بيدعم الفرقه ومصر لدعم صفوف الفرقه، خزنه النادي مفتوحه، استاذ خالد ده طلع قال الكلام ده من الصندوق، كلها قطاع الكوره، النشاط الرياضي، القطاع الخدمي. لو هتيجي تدور النهارده مش هتقول النادي الاهلي كوره بس، لا الحمد لله رب العالمين طبعا الاولويه للكوره نمره واحد. قطاع النشاط الرياضي انت بتدعم الفرقه على اعلى مستوى وبتعدي العقود وبتعدي اللوائح لمرتبات المدربين. القطاع الخدمي اديك انت شايف انت بتغير على كل المستويات، احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ودايما النادي الاهلي احنا واثقين فيه، اسمه كبير، موارده كتير، اكبر عقد رعايه موجود عندك واكبر عقد بس الحمد لله رب العالمين ربنا يديمها والتمام بالخير ان شاء الله. فعايز اطمن الجمهور ما تقلقوش، احنا عارفين نرد امتى ونسكت امتى، بس ارجوكوا خليكم عامل مساعد لينا ودوركوا اساسي بالنسبه لنا جدا. انت اللاعب نمره واحد اللي دايما في ظهر ادارتك، دايما في ظهر فرقتك على الحلوه والمره معاه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. شكرا جدا ومزيد ان شاء الله من الانجازات، واكيد بنشكر من خلالك مجلس اداره النادي الاهلي ومنتظرين منه المزيد يا محمد بيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن اسلام العميد محمد مرجان كابتن اسامه حسني الجميع على قلب رجل واحد زي ما اكدنا وقلنا مجلس الاداره بيشتغل بشكل كبير جدا على